بيانفوني ومرحبا بكم الناس الكل في توتور جديد. ان شاء الله اليوم مش نحكيو على حاجه تريز امبورطون، مهمه برشا برشا للانجينيور دو سيكوريتي، مهمه برشا برشا للانجينيور نتاع الريزو، مهمه حتى ميم للعباد اللي يعملوا ديفلوبمون، مش بالضروره معناها واحد في المليون نتاع الريزو نتاع سيكوريتي. الحاجه اللي باش نحكيو عليها اليوم ديجا نصور برشا برشا سمعوا بها، برشا يعرفوها مي ما يعرفوش لي ديتاي نتاعها شنو. باش نحكيو اليوم على الفي بي ان. ديجا اول ما تسمع كلمة في بي ان اسكو تشترك فيرتوال برايفت نتورك. اوكي، فيرتوال برايفت نتورك لابريفياسيون تاعو، مي خلينا ندخلو اكثر اكثر في الكومبوزونت تاع الفي بي ان هذا، خاطر نرجع نقول مرة اخرى راهو الفي بي ان موجود بارتو فين تمشي في خدمة في قراية في حاجة في شرطة ديما الفي بي ان، او موجود عليه برشا برشا دي كيستيون في لي زونتروتيان. معناها ديما في اي زونتروتيان باش تسال الكيستيون على الفي بي ان، دو كيستيون على الفي بي ان. معناها الفي بي ان موجود بارتو، ما يلزمكش انت تكون عندك ايدي خفيفة عليه، لازمك تكون تكور الفي بي ان تاعك وتفهم لي نوسيون نتاعو، علاش تخلق، كيفاش توجد، كيف شني اول في بي ان ظهر، من بعد كيفاش تحسن، شني الانهانسمنت اللي تزادوا عليه. دونك هذا كل شيء نشوفوه ان شاء الله ديرون البارتي هذه. دونك نجيو للسلايد تاعنا. اوكي، دونك الفي بي ان هو عباره على شنو. هو اش قال لك ان الفي بي ان في الديفينيسيون تاعو قال لك يوز تو كريت ان تو ان، ان تو ان ستادير بوان تو بوان تانل. اش معناها تانل؟ اوفر ثيرد بارتي نتورك ساش از انترنت اور اكسترنت. اول ما قبل ما يتخلق الفي بي ان اون جينيرال شنو كانوا عندهم؟ كانوا كيفاش باغ اكزومبل انا عندي هنا باغ اكزومبل لوكال نتاعي في تونس، وعندي لوكال نتاعي باغ اكزومبل في بلاصه اخرى، خلينا نقولوا باغ اكزومبل روسيا، يعني نضربوها على اخر العالم. دونك لوكال نتاعي في تونس، هنا عندي لوكال اخر في روسيا. كيفاش باغ اكزومبل اللوكال نتاعي هذا يحكي مع اللوكال نتاعي هذا؟ قلت عليهم موجودين في نفس الريزو. اول ما بداو الحكايه هذه دونك بداوها باللي تكنيك دوان، لي تكنولوجي نتاع الوان. باغ اكزومبل بارمي لي تكنولوجي دوان نحكي على الفريم ريلي. فريم ريلي بعد طوروا فيه وخدموا الام بي ال اس اللي هو موجود اليوم، وربي يفضلنا الاورانج وربي يفضلنا الوريد، وانا ما احكي لكم مش ام بي ال اس طياره وباهي ورخيص على الاخر، معناها الله لا يربحها ان شاء الله. التكنولوجي هذه دونك جينيرال مور فريم ريلي الام بي ال اس، دونك فريم ريلي بشوي بشوي انشتت نحات طارت. دونك مازال الام بي ال اس يخدموا بها برشا برشا في تونس. دونك عباره انا عندي لوكال في تونس ولوكال واحد اخر في روسيا، والعباد هذوما الكل يخدموا مع بعضهم، كلش عليهم يخدموا في نفس السير، كلش عليهم يخدموا مع بعضهم في نفس البلاصه. معناها التكنولوجي هذه كانت غاليه برشا برشا، ومازالت اللحظه هذه من قبل يخدمها شويه، دونك غاليه على الاخر على الاخر. جي وش عملوا الناس؟ قالوا باغ اكزومبل هنا انا عندي مثل هنا هذا الروتور نتاعي اللي نسميوه الاند روتر، ستادير اخ روتور هو اللي باش يخرجني، هو اللي باش يروتني برا، واللي عندي اند روتر بيان سور هذاك شكون ياخذ ادريس بي بوبليك، وهذاك شكون ياخذ ادريس بي بوبليك، هذايا يبينجي على هذا، يعرف يبينجي على هذا، هذا زاد يبينجي عليه، هذوما زوز يراو في بعضهم. مي البروبليم سيكو هذوما اللي وراه الريزوات اللي وراه الروتور هذا ما ينجموش يشوفوا الريزوات اللي وراه الروتور هذا. هنا المشكلة كانت، هي المشكلة لهنا. نرجع نقول المشكله مره اخرى. انا باغ اكزومبل هنا عندي مثلا ادريس بوبليك، مثلا نقول ا وهنا عندي 1.1.1.2، هذا كيف بينغ يدخل له بينغ ا من هنا من هنا كل بينغ ا 1.2 يرجع لك تي تي ال، يرجع لك تايم تو ريل، فما اس ام بي ريكويست. وهنا كيف تقول له بينغ لل 1.1.1.1 يبينغ. في انا من هنا اون سيبوز عندي مثلا 172 16.5 مثلا، هنا مثلا تقول له بينجيلي على 172 16.5، قلت ما نعرفهاش الادريس اي بي هي. دونك هنا جاي البروبليم، هنا ظهرت الحكايه. دونك كيما نعرفوا ما نجمش باغ اكزومبل نجي نقول هنا مثلا 172 16.5، من هنا عندي ادريس اي بي بوبليك، نقول له اش نعمل في بي ان من هنا، هذا هي السورس نتاعي، هذا هي ديستيناسيون نتاعي. امبوسيبل، علاش؟ الخاطر انا كيف نحط في الباكي نتاعي لادريس اي بي سورس ولادريس اي بي ديستيناسيون سورس باش تكون، باش تكون لادريس اي بي نتاعي هذه اللي هي بوبليك 1.1.1.1، والديستيناسيون نتاعك باش تكون 172.16.1.5. اوكي سي بيان، انت اول ما باش تخرج من هنا
اول روتور ما نحن ما حكينا قلنا ما عندنا يعني كيف بيجي يصير ما عندنا دي روتور روتور هذه قاعدين اللي روتور هذا روتور هذا هكذا بنقارن بي اس بي دونك لهنا اول روتور في الاي اس بي عندي في تونس ما قلنا لوكال هذه في تونس اول روتور هنا هو باش يبلوكيني باش يعمل لي ديسكارد ماهوش يخليني نتعدى عليه على خاطر كيما حكينا وكيما عرفنا وكيما فدينا من الهدره هذه اللي فما عندك زادريس بي 10 وزادريس بي 172 16 وزادريس بي 192 هذا ما نسميهم دي برايفت اي بي والبرايفت اي بي عمرها مستحيله 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 تخرج على الانترنت دونك هنا كانت البروبليم هي انك اول ما كنت باش تعمل باش تخرج ما تجيبش بينج من هنا على 172 اوتوماتيك مور ريكويست نتاعك باش تيجي ثم واحد شو يقول لي نستعمل الناك لان كيستيون هي فيها جور نتاع ذكي شويه وبرشا بها مازال علاش باش نقول لك علاش الناك شنو هي تجعل شنو هي توجد باي اكزومبل انا هنا عندي في الواحد عندي سيرفر جوجل عندي هنا سيرفر جوجل انا من هنا مثلا هنا عندي مثلا 172 16 واحد وانديس مثلا السيد هذا يحب يخرج يكونكتي على جوجل شو يعمل لوجيك ممكن يبعث الروكيت من هنا توصل لهنا السيد هذا ما كانتش عنده مشكلة انه يخرجها عليه على خاطر هيك كيفاش تولي تولي هذه سورس تولي هذه ديستيناسيون السورس نتاعك هي شنو هي تولي السورس نتاعك هي 172 16 ها 1 دي ساكولي وديستيناسيون نتاعك هي دينس دو جوجل اون سيبوز 8.8.8.8 يخرجك ما عندوش حتى مشكل هو يعني يخرجك راه عندك السيرفر تاع جوجل اما الواحد لو المشكله زاد فيه لهنا تظهر مشكله في ترجيع الباقي علاش على خاطر تو السورس نتاعو هو هذا والديستيناسيون نتاعو هي هذا تو وصل باش تطلب الايه باش تولي هذا هي السورس وهذا ديستيناسيون هكا كي انت تجيب شارج على الريبلاي اول روتور في الاي اس بي تبع جوجل باش يعمل لك ديناي باش يعمل لك بلوك علاش على خاطر ادريس اي بي بريفي ما يقول لك ما تخرجش هذه ديريك تبعث وما يرجع لكش فهمتي دونك هذا هو كان البروبليم نتاع النات النات جي قال لك لهنا جي حل البروبليم النات جي قال لك لهنا انا في بلاصه ما نخرجك بالسورس هذا لا الناتيك شنو الناتيك انت خارج من هنا الادريس اي بي نتاعك هذيك نحطها في النات تيبلز هذي ونعطيك ادريس اي بي جديده بوبليك ادريس اي بي جديده بوبليك مثلا نقولوا مثلا 193 50 10 100 يعطيك الادريس اي بي هذيك دونك شنو اللي تخرج تولي تخرج بالسورس نتاعك هي هذي هذي هي سي سورس وهذي هي سي ديستيناسيون انت كيفاش تخرج من هنا باش توصل لجوجل اوكي وصلت لجوجل 8.8.8 خليت الريكوست نتاعك وانت راجع يخزر يلقى 193 تلقى هذه ادريس اي بي بوبليك اوكي يرجعك لهنا توصل انت من هنا في النتيبل عندك ينحي لك الادريس هذيا ويعطيك الادريس اي بي نتاعك هذي وتخرج للي حاجتك بيه وتجيب له الريزلت دونك الناس لهنا ما عنده حتى علاقه بالفي بي ان مش حابين نقول اللي الفي بي ان حاجه ديفيرونت على حاجه اسمها نت بي بارش سواء في خدمه يغلطوا فيها ولا في قرايه يغلطوا فيها الفي بي ان ما عنده حتى علاقه بالنات النات حاجه والفي بي ان حاجه نتورك ادرس ترانزيشن حاجه اللي شفناها توا اللي هي هذه اللي لازمك انت عندك ادرس بي برايفت تخرج يعطيك ادرس بي بوبليك يخرجك بها ومن بعد يعاود يرجعك بها علاش على خاطر انت كي تكون تخرج بالبرايفت يخرجك بالبرايفت ما عندوش حتى مشكل في الرجوع الباكي او الريتور للاي اس بي الانترنت سيرفيس بروفايدر يعمل ديسكارد ويطيعك دونك تبقى تستنى في الريبونس والريبونس ما تجيكش دونك لهنا النات ما ينفعش النات حاجه والفي بي ان حاجه دونك جيو قالوا مش نجمت نرجعوا ديما للاورجين دو بروبليم الاورجين دو بروبليم عندي لهنا ادريس اي بي خلينا نقول اكس هنا خلينا نقول يجري اكس اي يجري اي سون دو ادريس اي بي بوبليك دو ادريس اي بي بوبليك دونك هذا يبينجي على هذا وهذا يبينجي على هذا هذا اي سي ام بي ايكو هذا اي سي ام بي ريبلاي هذا اي سي ام بي ايكو هذا اي سي ام بي ريبلاي مي الريزو اللي ورا هذا ما ينجمش يحكي مع الريزو اللي ورا هذا وهذا زاد نفس الحكي الريزو اللي ورا هذا ما ينجمش يحكي مع الريزو اللي ورا هذا هذه بنت المشكلة دونك جينا بالفي بي ان اش عملنا بالفي بي ان اش قلنا هذايا مثلا اون سيكوز 10.1.1.5 مثلا ولهنا 172 16 1 100 هنا عندي مثلا 1 1 1 2 وهنا ايش عندي 1 1 1 1 في بي ان جي عمل لي في بي ان جي خلق لي حاجه اسمها تونيل ايش معنى هذا التونيل التونيل هي يعمل لي حاجه اسمها الانكابسوليشنز ايش معنى الانكابسوليشنز
انكابسولاسيون، اش معناها؟ ياخذ الباكي نتاعي الاوريجينال، الباكي نتاعي اش فيه؟ فيها الادريس بي سورس نتاعي اللي هي شنو، اللي هي 10.1.1.5، والديستيناسيون نتاعي اللي هي شنو، هي 172.16.1.1، واش يعملها؟ ويغلفها بغلاف اخر، يعملها انكابسولاسيون، يعملها تانيل. اش معناها تانيل؟ معناها يزيد يغلفها بغلاف اخر، علاش؟ تولي تتعدى في وسط التونيل هذا. التونيل هذا هو عباره على ممر، تونيل نسميوها تونيل ولا خندق. معناها التونيل هذا هو يخلق لها التونيل هذا، عباره على فيرتشوال سيركت، ويعديها فيه باش تتيل سورت اللي زادريس هذه العاديه في التونيل، ويركب لها شنو، يركب لها الادريس بي بوبليك اللي هي 1.1.1.1 وال 1.1.1.2، هذوما هما اللي باش يروتوا لك الباكي نتاعك للديستيناسيون نتاعك. هذا هو جينيرالمون شنو التونيل في بي ان، هذا هو التونيل. دونك نرجع نقول مره اخرى اش معناها تونيل، اش معناها انكابسولاسيون. دونك التونيل هي الخندق هذا اللي ترى فيه انت الفيرتشوال سيركت، هذا الانترفاس فيرتشوال، هذه هي ماهيش موجوده، شنو انترفاس فيرتشوال. دونك يجي سعيد يجي يعمل لك حاجه اسمها انكابسوليشن. انكابسوليشن معناها يخلي لك الادريس بي بريفي نتاعك، ويغلفها بغلاف اخر، يغلفها بالادريس بي بوبليك نتاعك، ويروتها اندر التونيل هذايا، عندها على التونيل هذا، باش هي توصل للسيد هذايا، والسيد هذايا يلقى فيها اون انديس اللي هي ستون باكيت في بي ان. دونك تشوفوا بعض لي زانديس، مثلا زعما كيفاش نحكي مثلا انا على تونيل جيرو اللي هو اول ما نخلق الفي بي ان اون جينيرال، هي سيسكو عم تطب الفي بي ان جيرو. دونك فيها فلاج جيرو، الفلاج جيرو هذه تبين لي الباكي، هذه راهي باكي في بي ان. دونك سيدي هذه توصل له لهنا، وهذا اول ما توصل له ينحي لها الغلاف نتاع لي بوبليك، ويعديها يروتها للي بي بريفي نتاعها، ويوصلها للريزو هذا. دونك هذا جينيرال مون شنو هو الفي بي ان. دونك كيف نرجعوا تو نقراو الديفينيسيون، قال لك يوز تو كريت ان تو اند تانل، فوالا اللي كريت ان تو اند تانل اوفر ثيرد بارتي نتورك. هو الثيرد بارتي نتورك ثالث، دونك انا عندي نتورك 1 وعندي نتورك 2، وهذا يتسميه الثيرد بارتي نتورك. دونك اوفر الثيرد بارتي نتورك ساش از انترنت والاكسترنت واللي هو. دونك اول ما نخلق كما قلنا الفي بي ان هي سيسكو، خلقته اترافير جيني جي ار او، سميت اول في بي ان عملته، ثاني الفي بي ان سميته جي ار او جيني كرافتينغ انكابسوليشنز. دونك اش قال لك سيسكو ثاني البروتوكول رات انكابسوليت اللاير 3 اللي هي الريزو لاير 3 باكيت انسايد اي بي تونيل. معناها انا عندي هاللي بي تونيل هذا، هاللي بي تونيل هذا جي قال لك اللاير 3 اللي هي الباكي نتاعي، الباكي نتاعي اللي فيها ادريس بي سورس والديستيناسيون، مغلفها بغلاف اخر باش تتعدى في وسط التونيل هذاك، تدخل في وسط التونيل وبعد تعاود تخرج تمشي للديستيناسيون نتاعك اوفر اور انسايد اك الاي بي تونيل اللي عملته انت. دونك قال لك كريت فيرتوال بوينت تو بوينت، سيتي سيتي ليزون بوينت تو بوينت، اوك لينك تو سيسكو راوتر ريموت بوينت تو بوينت اوفر اي بي انتر نتورك. شحب يقول بها هذه؟ حاب يقول اللي الحكايه كلها راهي ديما باش تخرج اوفر الجيت ويز هذا، راهي ديما الخارجه الكل باش تكون اوفر الجيت ويز هذا، اوفر ليزادريس بي بوبليك هذا، على خاطر هذوما هما اللي بينجيو على بعض. دونك فما انواع تاع في بي ان، فما الفي بي ان سايت تو سايت، فما الفي بي ان كلاينت تو سايت، فما الفي بي ان سايت تو سايت هذا مستعمل برشا بين لي سوسيتي. مثلا سوسيتي عندها انسياج مثلا نقول في بلاصة معينة في تونس، وعندها دي سيت أخرين مثلا اون سيبوز في بنزرت في بيجا في جندوبة في سوسة في تطاوين في اللي تحب انت. دونك قالك كونيكت انتاير نتورك تو اتش اذر، قالك الخطر قبل كانوا يكونيكتيهم بالام بي ال اس، قلنا كانوا قبل يعملوا ام بي ال اس. كي نجي نحكي بريفمون على الفريم رولي ولا الام بي ال اس، اش نقولوا هو عبارة على شنو هي الفريم رولي ولا الام بي ال اس؟ فوالا مثلا انا نمشي نفهم مع اورانج، هذا السياج نتاعي في تونس، هذا مثلا عندي سياج واحد اخر نقولو في سويس. لهنا شكون نعملو الفريم رولي؟ انني نتفاهم مع مثلا تونيت، ولا نتفاهم مع اورانج، ولا نتفاهم مع اوريدو. دونك واش نقولهم؟ نتفاهم معاهم نعطيهم فلوس، وتولي مثلا انا امبينجي مثلا انا الروتور نتاعي هذا يولي نبعث، كي نبعث الباكيت تتعدى اول ما تتعدى على لي روتور نتاع مثلا اورانج، هما اللي روتوهم حتى يكش الديستيناسيون نتاعهم دو تيل سورت يبانو هذا وهذا في نفس الريزو. اليد كوا؟ اليد الباك بون ام بي ال اس تاع الانترنت، هذه بيفمون على تكنولوجي ام بي ال اس ولا الفريم ريليت.
دونك نرجعوا للسوجي نتاعنا باش ما نخرجوش على على الموضوع. دونك قلنا عندنا الانواع نتاع الفي بي ان، عندي الفي بي ان سايت تو سايت وعندي الفي بي ان كلاينت تو سايت. الفي بي ان سايت تو سايت كما قلنا قبل كانوا يربطوا بالفريم ريلي وباللامبي ليست، تكنولوجيا غاليه على الاخر وتكلف برشا برشا. جاو تو واش قالوا عندك الفي بي ان جيت ويز اللي هما هذا وهذا اللي جيت ويز تاعك، قال لك از ريسبونسيبل فور انكابسوليشن اند انكريبتينغ اوت باوند ترافيك. دونك من هنا تصير لونكابسولاسيون من بعد يصير الكريبتاج. الكريبتاج الحقيقة مع جي ار او انا حاب نحكي كنسل مو على جي ار او ما فهمش دونك الكريبتاج. وقتاش نحكي في الكريبتاج وقت ندخلو في سكون اكل الاي بي سي وندخلو في لي كلي ونصنعو هذاك. دونك ما نسبوش تحليل، خلينا في جي ار او ننسو كلمة الكريبتاج تاو خاطر الجي ار او ما فيهوش حتى كريبتاج. دونك هذا جينيرال ما هو السيت تو سيت. فما زاد الكلاينت تو سيت. الكلاينت تو سيت مثلا انت قاعد في دارك، يعني انت عندك مثلا هذايا سوسيتي نتاعك، هذه هي سوسيتي نتاعك وانت قاعد في دارك لهنا مثلا وعندك خدمه تحب تكمل من دارك. دونك اش تعمل؟ تحل مثلا عندك انت ان اوتي مثلا لهنا بولي باش نشوفو باغ اكزومبل لي زوتي اللي يستعملهم مثلا سيسكو. فما لي زوتي برشا لي زوتي مثلا كيما سيسكو دونك ايزي في بي ان كونيكت تاعكم تلقاو فيه معناها ديجا الانترفاس نتاعو. فما مثلا على الفورتينيت فما تكونيكتي بالفورتي كلاينت دونك تحط لي بي بوبليك نتاعك تيترا. كيفاش تصير الحكايه؟ دونك تكون مكونفيغوري اليو تي ام نتاعك، خلينا نقول يو تي ام عشان نقول فاير وول. انت مكونفيغوري اليو تي ام نتاعك، دونك اليو تي ام نتاعك مقسم لدي زونز. دونك عندي مثلا هنا زون لان وعندي باغ اكزومبل هنا خارج منها زون دي ام زد. مثلا هنا عندي زون دي ام زد فيها السيرفر نتاعي، الويب سيرفر، الايميل سيرفر، دي ان اس، الايرون بورتس. الايرون بورتس على فكره دي ستريمر بلاتفورم معموله عملتها سيسكوب سيكوريزي بها الميلينغ نتاعها كيما الاندر فورتينيت على الاندر فورتينيت. مثلا هنا نحب ندخل على الويب سيرفرز نتاعي، نحب انا مثلا لهنا انجينير ريزو مثلا في كولكتي عندي سيرفر اكسشانج لهنا نحب نشوف اش صار فيه ما صارش فيه شنو هي كذا. دونك انا من داري من هنا عندي مثلا سيسكو في بي ان كلاينتس ولا حتى بالتليفون معناها توا لي كونكتي حتى بالتليفون معناها. دونك شنو نعمل؟ نكونفيغوري نحط له الجيت واي نتاعي. شنو هي الجيت واي نتاعي؟ جينيرال مو هي الوان نتاع الفاير وول، الوان نتاع الفايرول نتاعي هي ديما تكون جينيرال مون جيت واي ونكون نكتي. دونك اول ما تعدى نتعدى على الوان دو فايرول، الفايرول انا سلون شنو كونفيغوري الفي بي ان نتاعي، اكسيدي على انا زون زيد، اكسيدي باغ اكزومبل على دي ام زد، اكسيدي على دي ام زد من هنا وكلش عليا. جبت البي سي نتاعي هكا، جبت البي سي نتاعي وربطته في السويتش وقاعد معاه وندخل على الاكسشانج نتاعي نشوف الويب سيرفر نتاعي اي اس ولا لا، نشوف الدي ان اس نتاعي، نضيف في الدي ان اس، ندخل على الايرون بورت اكسيتيرا. هذا هو جينيرال مون الكلاينت سايد. دونك نرجع ونحكي مرة أخرى، دونك ماذا بيا ما نزربش برشا برشا. دونك عندنا الـ VPN سايت تو سايت، قلنا سايت تو سايت. أنا عندي سيت مثلا في بلاصة وسيت آخر بعيد عليه بعشرة بألف الكيلومترات، حتى عشرة كيلومتر بألف الكيلومترات. دونك هاللي سيت هذاما هو اللي زيكيبمون ريزو اللي فيه واللي زيكيبيزيتور يحكيو مع بعضهم كل عليهم قاعدين في نفس اللان. غراس أكوا غراس أو VPN سايت تو سايت. ديجا كيما حكينا فما تونيل ولونكابسولاسيون وإتسيتيرا. بعد عندي الكلاينت تو سايت. الكلاينت تو سايت ولا نسميوه هما ريموت اكس في بي ان. ريموت اكس في بي ان نجم نكسيدي بالموبيل كيما نجم نكسيدي بالبي سي. بالبي سي مثلا فما دي زوتي نستريهم على البي سي نتاعي، مثلا كان باش نخدم سيسكو فمثلا عندي سيسكو في بي ان كلاينت، سيسكو في بي ان كلاينت نسري سي ونص 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 تيرميني ومن بعد نعمل اون بيت كونفيغوراسيون باش نكسيدي به. والا فور اكزومبل انا عندي مثلا لهنا فورتي جيت نحب نكسيدي، مثلا نجيب فورتي كلاينت، فورتي كلاينت نجيبو ونستري ونعمل الكونفيغوراسيون نتاعي. في الكونفيغوراسيون نتاعي يطلب مني بيان سور لي بريشر كي باش نشوفو ان شاء الله قدام شويه بي اس كا بريشر كي ويطلب مني بيان سور لوان نتاعي. هنا انا عندي لو تي ام نتاعي، لو تي ام نتاعي هنا مثلا وهنا عندي زون دي ام زد. انا مثلا مش نكسيدي لزون دي ام زد. دونك هنا في الكونفيغوراسيون قلت له اكسيدي من مثلا من لوان للدي ام زد اتيتيرا وناتيلي وكذا. دونك هو سيد يجي من هنا يضرب في لوان من هنا لوان لوان تي يدخل في بي ان معناها دو تي سيرش نحب نوصل لك الميساج لازم تفهم عندي. قلت عليك بالفي بي ان جبت بي سي لهنا وعطيتو ادريس في نفس الرينج مع السيرفر هذم وكونكتيت معاه وتخدم على روحك. بار كونتر انت قاعد في دارك دخلت للسوسيتي مثلا السوسيتي نتاع كونسيكوز في الشرقيه وانت تسكن في الاخير. دونك نكمل هذا هي الانترفاس مثلا نتاع سيسكو ايزي بي بي اي كيفاش نكونكتي ونحط كونكشن انتري اتسيتيرا. عندي زاده حاجه اخرى اللي هي الاس اس ال بي بي ان. دونك عندي ال في بي ان اي بي سيك واللي يبدا لي الكريبتاج من كوش ترونسبور والكوش ريزو يبدا يخدم هذيك.
وعندي الاس اس ال في بي ان. اس اس ال في بي ان سكيور سوكت لاير او جاته واحد الاس اس ال ولا قديمه عندهم بروتوكول اسمه تي ال اس. دونك هذايا في بلاصه ما نبقى نجيب نستالي في بروجرام وكذا نكسيدي ابارتير دان نافيغاتور، نحل نافيغاتور نتاعي ونحط الادريس بي بوبليك نتاع الفاير وول، نحط لي ديني مود باس ونكسيدي كلش عليا ما نستالي بروجرام. او فيت انا مانيش ما نستالي حتى بروجرام، نجم على دو تي اس اس ال في بي ان نكسيدي بار اكزومبل ار دي بي ريموت ديسكتوب اي من نافيغاتور، نجم نكسيدي اليب دو بروتوكول سيفز، نجم نكسيدي وي اتسيتيرا، نجم نكسيدي نحل كتول ليز انترفاس بيان سور الار دي بي لما تكون عامل ميزاجور للجافا. دونك انا نشوف لي في بي ان سوليوشنز، اسمها في بي ان سوليوشنز، فما الفي بي ان راوتر، فما الفي بي ان راوتر كيما شفنا في الاي بي اس. دونك انا عندي ان في بي ان وعندي الروتور، الروتور ريميسيون تاعو كيما قلنا روتر ستاتيك وديناميك وجي ار بي واس بي اف والمواد هذاك الكل، ونجم نزيد فيه فيتشر صغير. فيتشر هذايا هو في بي ان، يعمل لي في بي ان مي بيان سور، كي نزيد الفيتشر في بي ان باش يزيد يثقل لي، يعمل لي هيدكس على الراوترز نتاعي ويثقل عليه ويزيد يزاند الروتور. دونك فما زاد سيسكو بيكس 500 والبيكس هذه ولات تكنولوجي اند اوف سيلز ما عادش سيبورتيها سيسكو. دونك هو هذايا سيت ان فاير وول كهو يخدم فاير وولينغ. دونك ولهنا نجم نزيد نركب له موديول ويولي يخدم لي في بي ان. ثم سيسكو ازا 5500 زاد فيه فيتشر دو في بي ان، وفما سيسكو في بي ان ثم كونسنتريترز خاص ابلاينس خاص الخدمه نتاعو كان في بي ان، ما يخدمش لا يخدم لا روتور لا اي بي اس لا شيء، خدمته يخدم كان في بي ان. هذايا تلقاو ديما في لي سوسيتي الكبار ابلاينس مثلا كيما الفي بي ان 3000 سومو غالي على الاخر. دونك ماشي لي كان الشركات الكبيره على الاخر، على الاخر الميسيون نتاعو ماهوش باغ اكزومبل ازا يخدم مثلا اي بي اس وفي بي ان وروتور وفاير وول، هذا سولمون في بي ان. وفما السوهو راوترز كيما لي روترز اللي في الدار معناها اللي يخدموا مثلا عند فيهم كلي بازيك فيتشرز وايرلس كونكتيفيتي والبازيك فاير وول فيتشرز ودي اتش تي بي سيرفيس اتسيتيرا، معناها ما همش في اللي قوين على الاخر كيما عند اي واحد، كيما عند اي روتور في الدار. واحد عنده اي روتور في الدار نجم يدخل مثلا 290 مثلا 60 واحد واحد ولا 290 مثلا 60 واحد 250 ولا وصل يقع عنده الاوبسيون دو في بي ان موجود. دونك يعني لي موديول اللي يركبوا كيما شفنا عندي الموديول دو اي ام ادفانسد انتجريشن موديول نستليه ديما على الروتور شاسي. الميسيون تاعي هي الاوفلود الانكريبشن. دونك كيما العاده يزيدني ان سي بي يو فيه سي بي يو و ان اي سي وفي ميموار ميموري بيان سور بلس ميموري. دونك يعني عندي سيسكو اي بي اس في بي ان شيرد بورت ادابتر اللي نركبوه لسيسكو سويتش 6700، عندي سويتش مثلا 6700 نحب نردو يخدم يسهل الحكايه نتاع الفي بي ان اللي يخدم سي ان في بي ان. نركب له موديول اسمه سيسكو اي بي سي في بي ان شيرد بورت سيكيورتي اسمه الاس بي ان. دونك نركبوا هالموديول هذا للسويتش، لازم السويتش يكون 6700، ما تجيبليش سويتش 2900 تقول لي اش بيه نمشي نركب له الاس بي ان قوي عليه راه ما ينجمش، لازم سويتش سيسكو 6700 و روتور و بيان الروتور معناه سويتش 6000 استغفر الله سويتش 6500 سويتش كاتاليست والا روتور 6600 وانت تعلم مثلا ما تجينيش على روتور مثلا 1900 تقول لي باش نركب له باغ اكزومبل موديول الاس بي ا، ولا تجيني على سويتش مثلا 2900 تقول لي نحب نركب له سيسكو كاتاليست جي بي سيسكو كاتاليست 2900 تقول لي نحب نركب له الاس بي ا ما يركبش عليه راهو. دونك عندي زاد الفي بي ان اكسليريتور موديول دو بلوس نسميه زاد الفام دو بلوس، هذايا زاد ينجم نركبو كوميتون هاردوير اكسليريشن للفي بي ان تاعي. دونك جينيرالمون نرجع ونحكيو على جي ار او في بي ان. جي ار او في بي ان هو اول في بي ان تونيل عملته سيسكو، الميسيون تاعو كانت لونكابسولاسيون، ياخذ الادريس بي بوبليك ياخذ الادريس بي بريفي نتاعي، على خاطر كيما قلنا الادريس بي بوبليك وزوز يبينجيو على بعضهم ملي وراهم نجموش يراو بعضهم. دونك جات الحل سيسكو شقالت، قالت نعمل حاجه اسمها لونكابسولاسيون. لونكابسولاسيون شنو هي؟ نعمل ان تونيل في بي ان ونونكابسولي فيه، نونكابسولي في وسط الباكي نتاعي ناخذ الادريس بي بريفي لي دوز ادريس بي بريفي نتاع هذا نتاع الروتور هذا نتاع هذا ونتاع هذا لي زادريس بي بريفي اللي هما هذا وهذا، هذوما الزوز 192 50 330 ونجيب نونكابسوليهم فيش نونكابسولي في لادريس بي بوبليك هذه 2009 209 165 255 اتسيتيرا نحطهم هنا
ونعملها باكي واحدة ونعديها على التونيل، فهي تتعدى في التونيل هذا جيرو تونيل، تتعدى لين توصل للسيد هذا، السيد هذا باش يلقى فيها ابن المديس، لان هذا بعد يعاود يفورورديها، السيد اللي طلبها نفس الشيء ياخذ السيد هذا ويرجع الريبلاي لهنا، وتعاود ترجع في نفس التونيل، توصل لهنا تلقى فيها نفس المديس، تعاود ترجعها للسيد هذا. هذا هو جنرال نور اي بي ترانسفير، اي بي ترانسبورت نتورك، العيب الكبير نتاع جيرو تونيل اللي هو ماهوش سيكوريزي، اللي هو ما يبليكيش حتى ميكانيزم بسيكوريتي، وهذا اللي خلى العباد بعد يطوروه ويخلقوا لي بي سيك ونخلوا بعد سخونا في الاوثنتيكيشن ليدرز والاي اس بي انكريبت سكيورتي باي لود، ندخلوا في الاي في بي ان صح اللي قاعدين نخلوا بهم اليوم. هذا جوست كوم كيما نقولوا نحن حاليا شي هي ايدي باش تاخذ ايدي على في بي ان. هذا جينيرال مول اركتكتشر اللي بنخدموها ان شاء الله. دونك كيما قلنا هو originally developed by Cisco to create virtual point-to-point link between two Cisco routers. أول ما خطوها between two Cisco routers قال لك it can encapsulate multiple protocol packet، ينجم encapsulate plusieurs protocol IP، مش كان بالضرورة الـ IP، ينجم يخدم حتى الـ IPX الـ Apple Tutorial، ينجم يخدمهم الكل ويحطهم inside an IP tunnel، يعديهم في الـ IP tunnel ويعديهم في stack tunnel لكن يوصلهم الـ destination، و destination بعد يفوروديهم لسيد اللي حاجته بيه، قال لك does not include any strong security ميكانيزم تو بروتكت اتس بيلود، داتا بيلود نتاعو تتعدى كلير، اي واحد اي او تي نتاع سنايفينك سوا كان واير شارك والا كين اند ايبل ولا اي او تي واحد اخر نتاع سنايفينك نجم نقرا الكونتين نتاعو. قال لك الجيرو تيونيال هيدرز كونتين تو بايت فيلز، يزيدك حاجتين، مثلا انا عندي الادريس اي بي سورس والادريس اي بي ديستيناسيون والداتا بيلود نتاعي، شي نجي تيونيل اش يعمل يزيدك عليها حاجتين، دو هيدرز، هيدرز الاول هو جيرو فلاج، هذا هو اللي حكيت لكم عليه اللي تنجم تيدونتيفي بيه انت الباكيج جيرو نتاعك اللي قاعده تتعدى في وسط التيونيل، وعندك البروتوكول تايب، كل بروتوكول تايب وعنده الانديس نتاعو، مثلا انت باش تعدي بروتوكول اي بي عنده 0.8، مثلا نحب نعدي اي بي اكس عندها ما نعرفش شنو، نحب نعدي في وسط سيب هاو شنو عندها الكود نتاعها، نحب نعدي في وسط الابل تولك عندها شنو نتاعها. دونك نرجع مره اخرى نقول جيرو تيونيل هيدرز يزيدني دو هيدرز، يزيدني دو هيدرز الباكي نتاعي، انا عندي باكي في ادريس اي بي سورس ادريس اي بي ديستيناسيون داتا بيلود، يزيدها حاجتين، يزيدها الادريس اي بي، يزيدها الجي ار فلاج كيما قلت في جي ار فلاج، ياخذها كيما ايتون اون انديس، هذه هي اللي باش يعرف بها راهو فما هذايا راهو سم تيونيل في بي ان، راهي هذه راهي باكي فيها في بي ان، عديها لسيد اللي حاجته بها وفيها البروتوكول تيب، انا عندي فيها اي بي عندها الكود نتاعها 0x800، كان عندي الاي بي اكس، كان عندي سيب معناها فوا، كان عندي خاطر تو نجم ندير فوا اللي تعمل في وسط الفي بي ان، دونك بروتوكول سيب هذا كان بروتوكول فوا، نحب زعما ندخل برشا في الديتاي وفي حكايات خدمناها تو هم ناخذ في الفي بي ان باش نخدموا فوا سوري بي. دونك ان شاء الله تكون الايدي هذيا وصلت هذيا باش يكون ان شاء الله اللاب نتاعنا تو على جي ام اس 3 باش نكون في الفريوه ونخدموا اللاب هذا ان شاء الله في بي ان جي ار او ومن بعد نتعدي ان شاء الله الفي بي ان اي بي سي ونكملوا. دونك اون باسون ماتنون للاب. دونك كنت باش نخدم اللاب وحدي من بعد قلت خليني نبدا نخدم اللاب مع جماعه واحده واحده حتى اللي ما استنفعش يستنفعش، عملت انا تو هبطت دو روتور 7200 دونك روتور لول روتور الثاني هذا في بلاصه وهذا طايش في بلاصه واحده اخرى. دونك تو باش نهبط دو هوست، الهوست الاولى والهوست الثانيه، ان شاء الله الهوست هذيك تكون انا سيرفر والهوست ديال الاخرى باش تكون انسان في الماشين، ونحاول نعمل في بي ان بيناتهم. دونك هذا الهوست نيميرو 1 وهذا الهوست نيميرو 2. دونك باش حبيت نخدم معاكم واحده واحده، حبيت الحقيقه انا اول مره حبيت نخدم لا بنحضر وكذا خاطر هذا كل شفني يحتاج مترجم تشوفوه انتم باش مابقاش نكرر برشا برشا باش زاد كوم ينطي الفيديو ما يطولش برشا برشا. حتى هبطنا لي دو روتور هذم دونك هذايا باش نردو انا على سيرفر باش نجيب السيمبول نتاعو باش نجيب السيمبول باش نردو على سيرفر هذايا هذايا باش يكون سيرفر هذايا باش يكون الهوت نتاعي و جوست لهنا نحب هذايا هنا باش تكون راهي ستون الانترنت كيفاش نجم نبينها تو نبينها بعد به نبدا تو نعمل الادريساج نتاعي به خلينا نربط صح بعد نعمل الادريساج نربط هذايا سي فاست ا نربطو فاست ا هي بيان سور هذا ما لازم ليسونسيال عندي يكونوا بينجيو على بعضهم الروتور هذا والروتور هذا يبينجيو على بعضهم ونسيبوز اللي هما مربوطين مع بعضهم بالانترنت نقول هذه هي الانترنت اللي مربوطين بها
جوست هذه باش تكون حاجة سيمبوليك، هذه باش تكون الانترنت نتاعي، دونك هذه الانترنت، هذه هي الروتور تاع تونس، وهذه هي سيكوز الروتور تاع روسيا، هذه هي مثلا هوني عندي سيرفر، نبدا تما نربط على روحي، دونك عندك باش نربط باغ اكزومبل نربط بالفي ام نت ان بالفي ام نت كاتا، بالفي ام نت ان نربطها بال ان زيرو. ولهنا باش نربط بالفي ام نت كات زعما نرجعو ونقول مرة أخرى شنو هي الفي ام نت ان الفي ام نت كات، زعما ديز انترفاس خرجتها من الفي ام وير عبارة على كارت ريزو وحدها نجم تخرجهم بالفي ام وير وتنشوف كيش خرجوهم. دونك عبارة توا جيت لهنا، دونك وربطت توا اش لاديساج كيفاش باش يكون، هذه هي باش تكون 172 1.6.1.2 السيرفر نتاعي تو نخرج الانترفاس نتاعي تو نجي باش نعمل تو باش نعمل ان باش نعطي ديزادريس فيرتوال للتونيل نتاعي، مش كون راح نعمل تونيل من هنا يتعداو عليه، طب نجي للتونيل باش نعطي ديزادريس اي بي، دونك نجي للتونيل التونيل اللي يخدم ديزادريس اي بي سون ديزادريس اي بي فيرتوال، راه تنجم تعطي اي حاجه تحب انت ماكش مربوط حتى كونترانت، مثلا انا عطيت لهنا 2001 و2002 انت تعطي ديزادريس اي بي اللي تحبهم، حد ما يلوم عليك معناها في ديزادريس اي بي اللي تعطيهم، فهمتني؟ هذايا توا نتاع التونيل باش ما نضيعوش في الادريساج، توا نجي نحل الفي ام وير وربي يستر خاطر الفي ام وير كي باش نحلها ترزام برشا 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 برشا، في ام وير ورك ستيشنز باش ناخذ اكس بي باش ناخذ هاذي باش ناخذ الاكس بي اللي هي الماشين هاذي الاكس بي، هاخذ الاكس بي اللي هي الماشين هاذي، انا دو بريفيرونس كنعطيها ديس ديس بوان زيرو بوان زيرو بوان صون، ديس بوان زيرو بوان زيرو بوان صون مثلا، نزيد نجي لهنا نعطيها هاكا باش نزيد نوضح اكثر، مثلا 172 سيز ان جيت واي نتاعي باش نخرج بها، والجيت واي نتاعي من هنا باش تكون مثلا نقولو ديس بوان زيرو بوان زيرو بوان ان، هذه الجيت واي نتاعي هكا، تو نجي لهنا للفي ام وير الاولانية اللي هي هذه الاكس بي نتاعي هذه اللي هي جينيرال مون هذه، خلينا نزيد نوضح اكثر، تو قاعد نخدم كوميتون ناس مازال ديبيتون على الاخر، هذه هي سيلو ماشين اكس بي، هذه هي سيلو سيرفر 2008. هذا كيما قلنا كنحط عليه كيرسور تلقاه مربوط هكا في ام نت 4، دونك هذا مربوط بالفي ام نت 4 هكا في ام نت 4 كونيكتد تو ار 1، دونك نجي لهنا ونربطو بالفي ام نت 4، نجي لهنا هكا ايديت فيرتوال ماشين سيتينغز، نجي للنتورك، دونك هو ديجا توا خاطر انا خدمت عليه قبل، معناها مي جينيرال مو انت اول ما تخلق الماشين نتاعك الفي ام نتاعك يسالك هو يقول لك مش هي تحب كارت ريزو تربطها، ماكش نقول لك توا جينيرال مو اش تعمل انت، دونك هو ان شاء الله ما يتعبنيش على خاطر ربطته بالدومين انا و ان شاء الله ما يتعبنيش، نجي لهنا نقول له نحب نربطه بالفي ام نت 4، نرجع نشوف الاكس بي مربوط باش كيما قاعدين نشوفو هاك، الاكس بي
مربوط بالفي ام نت كاتر، هذه هي سيلا ماشين اكس بي، اكس بي راهي مربوطة بالفي ام نت كاتر، هذه الكارتريز تحت هايكا واضحة. تو الويندوز سيرفر 2008، لانسي الويندوز سيرفر 2008. انا خاطر كنت مجرب عليهم قبل الاوتوريتي بسيرتيفيكاسيون، دونك ان شاء الله ما يعوجنيش في اللابز هذا. انت تنجم وحدك تجيب تنستالي واحد فيرتوال ماشين عاديه اكس بي، وتنجم تنستالي حتى ويندوز سيرفر 2008 ايماج ايزو تمبورتيها. ديجا شفنا في بامال دو فيديو كيفاش نهبطوا في ام وير، كيفاش نهبطوا ايماج ايزو على في ام وير. بيرسونيلمون نحب نخدم في ام وير مالغري هو زين شويه خير من الفيرتوال بوكس، خاطر الفيرتوال بوكس عاتي بوغي معناها يطلع لك دي زيرور ولا حكايات كيف ما هكا. دونك هذايا قاعد ينسي شوفوا الفيديو، لوجيكمون الفيديو طويل نعمل بوز لي يكمل يحضر هذا. باهي توا تحلل ويندوز سيرفر 2008، دونك أول حاجة باش نعملها هي أني كيما عملت مع الإكس بي، دونك كنترول دي، شو كوسوسوا نجي نعمل هك في إمز سيتينجز تتحل هذه، وإلا ننزل على كنترول دي، كنترول بلوس دي، دونك باش تعطيني السيتينجز نتاعي. دونك ما نحطوش بريدجر، نحطو كاستمرز باش يخرج على الفي ام نت. توما نجي كيما العادة ان سي بي ا دوت سي بي اي لدي باش تحلي الكارت ريزو. دونك نحنا قلنا ليش نعطيوه، هو توا خاطر مازال قاعد يعمل في ايدونتيفيكاسيون كل جو هذاك. نحنا مناش نعطيوه 192، قلنا السيرفر باش نعطيوه 172. دونك قلت سيرفر 270 16 1.1.2، وباش نعطيكم 270 16.1.1. نحيلو الدي ان اس، نحيلو الدي ان اس العادي على جوجل. سي بون، اوكي اوكي، وتخليني نفيريفي سي ام بي. شنو نعملناش من المرسول بين نعملو اي بي كونفيك. دونك فوالا خذي لادريس اي بي هاديك. دونك نرجعو، دونك فوالا هذي 276.1.2.1.1. هذايا توا اش خذايا السيرفر نتاعنا نتعدى على الاكس بي، نعملو نفس الكونفيغوراسيون. وقلنا الاكس بي قداش باش ياخد، باش ياخد 10.0.100 و 10.0.1 كوم جيت واي ان سي بي ا دوت سي بي ال. هذايا منجموش نبدلو فيه على خاطر الدومين برامون اللي خاطر خدمت عليه لاب البارح ماهوش ورك جروب تبع الدومين. فوالا الدومين دونك منجمش نبدل فيه، خلينا نشوف قداش ماخذ. ماخذ حتى نفس ترى نجربو نتحايل عليه شوية. اوكي سلاش ريليز، رين باي نعمل بوز نصلح الحكاية ونرجع باي نرجع نكملو الشيتور. جست عملت تحويجة صغيرة بركة اللي هوني عندي ويندوز سيرفر 2008 اللي هو هذا، واللي هو كونكتي على الفي ام نت كيما تشوفو، اللي هو كونكتي على الفي ام نت ان. راح نرجع نتاكدوا منها اللي هو كونكتي على الفي ام نت ان هذا. كي نقول له كنترول دي شي يجيب لي يقول لي راه كونكتي على الفي ام نت ان ولا. دونك هنا جبت مش ماشين اكس بي، خاطر الاكس بي هذيك لقيت فيها دي بروبليم، لازم نكتب دايركتوري ونعاود ريزيتي ودومين كنترولر وبي دي سي باش ندخل في متاهات كبيره ياسر. دونك في صافي عجبتني انه ماشين اخرى ويندوز سيرفر 2008، معناها لاني جوست فما بتيت موديفيكاسيون ما عادش اكس بي. انت وحدك تنجم تجيب حتى بعد اكس بي مش مشكل، انا جوست لاني خاطر ما
دونك 2008 زاد لهنا 100 خلال 0.100 ونكونيكتي على شكون؟ كونيكتي على الفي ام نت 4 اوكي دونك زاد هذا كونيكتي على الفي ام نت 4 دونك نزيد نفيريفي اكثر كونترول دي نلقى كونيكتي على الفي ام نت 4 ولا في كونيكتي على الفي ام نت 4 وناخذ كوم ادريس اي بي كونفيغ ولا 10.0.0.100 10.0.0.1 كونغريتوي لكون الجيتوي تاع الروت دونك نجي لانسي نجي لانسي دونك الخدمه تاعي ونبدا كونفيغوري كالعاده الكونفيغ اللي هي ما فدينا نحن نخدم فيها في تحل لي كالعاده سيكيور سي ار تي نزيد شويه كبروا شويه في كتير اللي تنجم تكون واضحه على الديسكورد تحس البي سي مخنوق على الاخر والاخر زدنا عطيتو سيسكو 7200 مع النقوى لي روتور شوف قديش في ام وير علاش ديما هاد لي ماكيت هادو نحبلهم ديما بي سي قوي على الاخر معناها يعني جاي 6 جيجا رام تاعو 6 جيجا و واحد اي وي 5 معايا كومبروس وما عمل شي معايا اوف نحلي نرد علينا باهي دوز اوكي 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 ندخل كيف ما العادة باش نحط بارتي ونبدا كونفيغ كي ندخل على الانترفاس باش نبدا تو في ساكيس عم يشوف نستنى دونك فاست ان ان دونك نقول له اي بي ادريس 1.1.1.2 255.255.0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 .
أنا قبل هذه أنا سي إنزي سي إنترفيس ولا الإنترفيس تاعي سي أن زيرو فاست إيثرنيت أن زيرو نعطي هنا شت داون من بعد هاد الأدرس 270.16.1.1 الماسك نتاعو دوس أكسنت دوس أكسنت بوان زيرو بوان زيرو نو شت داون إكزيت إكزيت شو أي بي إن بريف فوالا قالي أن زيرو خديت أن أن ولا الأن أن خدي أن بو أن بو أن بوان دو اللي هي أدريس إي بي بوبليك دونك نجي نحطو لي زادريس إي بي بوبليك نسينا محطيناش لي زادريس إي بي بوبليك لي زادريس إي بي بوبليك أن بو أن بو أن بوان دو ولهنا لي زادريس إي بي بوبليك هما أن بو أن بو أن بو أن زعما راهم لي زادريس إي بي بوبليك تشريهم من عند الانترنت سيرفيس بروفايدر نتاعك لي زادريس إي بي سو هما اللي فينا اللي أبارمون خمسة داخلين ربيعك تخليني نبينج على 270.16.1.2 شوفو يبينج ولا ما يبينجيش ما يبينجيش عليها معليش تخليني نرجع لها بيان سور مش باش يبينجي على خاطر هذايا اعطينيه ماسك باند كات ولو خاطيني ماسك سيز سيز وبانت كاتر موش بتقابلو بين سو هتخليني نزيد نفيري في تاور بي كون فيج ماخت بوان سيز ترى خليني بينجي على الجيتوي متاعي بوان سيز بوان بوان فوالا بينجي على الجيتوي تاور خاطر في العمل جست غلطة صغيرة في المدرساج تاور خاطر خليني نزيد نعاود الكوموند باش نلقاها اوتوماتيكمون اي بينجي اي راه جست غلطت انا في حويجه كنت راول هنا ما عملتش 270 عملت 12 جينا هنا نزيد السبعة ولا هاو كابينجا دونك شني عملت هنا توا هذايا كونفيجوريتو هذايا كونفيجوريتو توا هذا يبينج على هذا وهذا يبينج على هذا بنفس السيستم هذيك نمشي هذا لازم يبينج على هذا وهذا لازم يبينج على هذا قبل ما نخرج كيما العادة شكون نعملو ريد رايت او بيان كوبي راني كونفيك في الستارت اب كونفيك توا هذا يا سيما توا نجي نحل الروتر اب بنفس كيما الخدمة القبلية نخدم توا كونفيك تي باش نعمل انترفيس فاست ان سلاش ان اي بي ادريس وقلنا لك ان بوان ان بوان ان بوان ان بوان ان بوان زيرو زيرو بارك ولا نخدم سلاش سيزي نو شت داون
نزيد انترفيس تاو خدمت هذه تو تعالى نخدم ان زيرو انترفيس اف ان زيرو نور شوت داون بعد نجي نعطيه قداش قلنا IP address 10.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 
فانت كاتر. دونك نجي لهنا نرجع ونصلحها باش يولي بينج عليه، خاطر هذايا في كلاس وذاك في كلاس ما بينجوش على بعض. نجي نرجع لهنا، نجي نرجع ونعطيه، يا اما نخدم الكل البند كاتر يا اما نخدم الكل عصي زي ما ندير بريفيرونس، ممكن نخدم يعني عصي صغير. اوكي اوكي راح توا cmd ping 10.0.0.1 اوتوماتيكمون باش يبينجي والا لا. ما بينجيش، نعاود نرجع نشوف علاش. شي بي كومبي 10.0.0.1 10.0.0.1 255. انا خلينا نجرب نعطيه سلاش ويت. نحيلو الدي ان اس هاد المرة. مش باش يبين دي البروبليم يعني بارامون في الدي ان اس. الدي ان اس قاعد يعطي في ادريس غلطة، قالك فريز هوست ذا ريجنال بروبريتيز. نخرج من الدي ان اس هنا، خليني نبدل الرائب الادريساج كله معناها. خليني نجي نعطيه من رينج واحد اخر، مثلا نقول له اذا 298 1.6 كما قلنا من الاول 255 255، نعطيه كوم ادريس لوكيت توين 298 1.100 مثلا. بس كونفيكتي انترفيس فاست ان زيرو موشن داون ماك ادرس 290 1.100 290 1.6 يبينجي على 1.6 ولا بينجي لي على 1.6، وهذا اوتوماتيكمون باش يبينجي لي على. اوكي اوكي سبعة سبعة تخلي بينجي على 1.6 بينج 292 1.6 سبعة هذا ما يراو في بعض. ترى تخليني نعمل حاجة تو، لا تخليني نبينجي من هذا اسكو يرا في هذا ولا لا. لا قبل كل شيء خليني ساعة نجرب نتأكد به انا توا من روتور ا نحب بينج على روتور بي. دونك انا من روتور ا كي نقول له بينج 1.1.1.2 فوالا قادرة فيه روتور دو بينج ترى عليه ولا لي 1.1.1.1 اوتوماتيكمون. دونك شنجي نقول هدايا وهدايا يبينجيو في بعض،
اسكو هذا توا بديس اسكو نجم يبينجي على المدرسة هذه ام بوسيبل من مليار المستحيلات، مش من 7 مستحيلات، تخليني من 2008 يبينجي على سي دي بينج 172.16.1.100. شوفوا اسكو هذا يبينجي على 1.2، استغفر الله. بيان سور تيو 1.2 ترا هذا كلير سيريس استغفر الله بينج 192 168 1.6. خليك الغدا ماخش بينج، قالك الريتشبل اصلا هنا من هنا تو من السيرفر هذا حبيت نبينجي على هذا. ترا كان نبدل جوست الريسيرش شوية زي هاوش بشوية بديت من تي قلنا ولا 290 68 1 بوان 100 والادريس هي 290 68 1 6. دونك انا شعملت جيت من الماشين هذي وعملت بينج على هذا، تو انا من 270 عملت بينج هذي من 270 عملت بينج على 1.6 امبوسيبل. تريد تخليني من 1.6 نعمل بينج على 270 بينك 172.6.1.2 زد امبوسيبل، علاش على خاطر كيما حكينا ما فماش في بي ان بيناتهم بدون زيرو هما. دونك شجينا نعملو السيناريو اللي كنا نحكيو فيه عنا ساعة. دونك نبداو بالروتر ان. دونك شنو في الروتر ان به اول حاجة باش نخلقو الانترفاس فيرتوال. دونك نقولو هكا كونفيكتي انترفيس نسميوها بار اكزومبل تونيل زيرو. انترفيس تونيل زيرو شنو توا نعمل نسمي لها الادريس اي بي نتاعها. دونك الانترفيس تونيل زيرو باش نسمي لها الاي بي نتاعها اللي هي هذه 2001. دونك اي بي ادريس 2.0.0.1. توا باش نعطيها التونيل سورس نتاعها نسيت الماسك ديزولي 255.255.0.0 شيخ مصلح سيزا. دونك نجي نقول هنا تونيل سورس نعطيه تونيل سورس نتاعك شكوني. دونك تونيل سورس نتاعك هي الفاست ايثرنت 1/1 اللي هو التونيل سورس نتاعي. تونيل ديستيناسيون انا شكون ماشي كسوا نعطيه الانترفاس ولا خليني نبدا نعطيه الادريس اي بي 2002. بعد توا نجي نقول له راني باش نخدم تونيل المود نتاعي شنيا. قال لك عندك برشا دي مود هندس كومنت ريس هو المود جيرو. دونك نقول له جيرو اي بي هذايا خدمته على الروتر ان. دونك عندنا الروتر دون عاود لا ميم كونفيغوراسيون. دونك نجي نقول انترفيس افيكتي انترفيس تونيل زيرو الاي بي ادريس نتاعها بي. قلنا الاي بي ادريس كيما عملنا نفس السيناريو 20.0.0.2 الماسك تاعها 255/16 ما نسيوش بي. عطيتها الماسك نتاعها تو نعطيها السورس نتاعها نقول له تونيل سورس هي فاست ديدا 1.1 والتونيل ديستيناسيون نتاعها هي 20.0.0.1. من بعد تو نقول له تونيل مود كيما قبل جي ار اي بي. تو لوجيكمون كملت الكونفيغوراسيون تخليني نجرب ترا تخليني نجرب من 172 من هنا نعاود نبينج على 1.6 بينج ولا مبينجيش. ما بينجيش علاش ما بينجيش؟ على خاطر هو ما عرفش الروت اللي باش يخرج منها شنيا. تو زين نعرفو بالروت لازمني تو نقولو باش نعمل روت ستاتيك ونقولو راني اكلون كابسولاسيون هذيك اخرج منها. تو هو ما عرفش التونيل. تو هو هو باش يوصل من هنا باش يخرج مي ما عرفش التونيل هذايا ايش هي. هو باش يخرج من هنا باش يوصل هنا باش يضيع. علاش؟ على خاطر التونيل هذايا التونيل اللي عاملينه نحنا قولوا له لازم نقولوا تعدى فك التونيل هذاك. هذا هو باش نعمل تو انا. دونك انا تو واش نقول له باش نقول له انا تو في الروتور دو في الروتور دو باش نقول له خلينا نبدا بالروتور ان سي بلو باهي في الروتور ان انا باش نقول له باش نقول له اي بي روت. دونك خلينا نخرج من نعمل اكزيت نقعد باش نعمل اي بي روت باهي باش نقول له امشي لل 172
بوان سيز هي بدرس في الريزون تاعها شنو هي 270 سيز ان خدمنا خاطر بوان زيرو بوان زيرو الماسك تاعها 255 زيرو بوان زيرو وخرج لها 200 زيرو ترى وهي تخليني توا نعمل نفس الحديث exit IP root باش تمشي لشكون تمشي لهنا 192 168 1.6 باش تخرج لها من 255 255 1.0 باش تمشي لها بالتونيل 0 بي مانتنون باسيو باش نفيريفيو الكونفيغوراسيون تاع الديت او بيان لي بي نجي توا انا كنخش الكوش هذي طب باش نبدا من السيرفر هذايا ونفيريفي بعد هذا السيرفر هذا ونفيريفي طب نبدا بالسيرفر 270 نشوفو 270 فوالا سيرفر هذا سي ام بي بي كونفيغ 270 شوفوا البينج على الجيت واي نتاع الروتور نتاع الروتور اللي مقابله الروتور هذا نشوفوا اسكو من هنا البينج على هذا ولا لا بعد من هنا البينج على هذا ولا لا دونك هذاك هو واش يصير دونك فانسون اوتوماتيكمون بينج علي تو نشوفو يبينج على 6 ولا لا ولا بينج لي على 6 دونك هذايا خرج من هنا تعدى في التونيل بينج لي على الجاتوي نتاعو من الجاتوي تعدى بينج على هنا ب نجي للروتور دونك كيما شفنا سي لا ميم كونفيغوراسيون ب نجي نرجع تو نعمل بالعكس نجي نشوف من البيسي هذا اي بي كونفيغ 1.6 تشوفو البينج على 172.6.1.1 ولا لا ولا قاضي بينج دونك من هنا دونك من هنا خرج على الجاتوي نتاعو تعدى بالتونيل بينجيلي على الان تعدى بينجيلي على لادريس بي بوبليك بيان سور لادريس بي بوبليك تعدى على الريزوم الريزو تعدى شو نشوفوه يتعدل السيرفر ولا ما يتعدلش هو لوجيك ما يتعدل معناها السيرفر دونك بوان ان بوان دو اوتوماتيكمون هاكا بينجا الكل توا قاعدة تبينجي دونك هذا هو سي لو في بي ان جي رو ان شاء الله السيونس تكون عجبتكم كان عندكم اي بروبليم في في بي ان جي رو نجم نعاودو الكونفيغوراسيون دو نوفو ان شاء الله تكون واضحة الكونفيغوراسيون ماهيش صعيبة برشا برشا جيت كنحبو نعاودوها رابيدمون مع بعضنا فوالا فوالا اول كوموند سي كاريت انترفاس فيرتويال نتاعي اللي هي تونيل نتاعي التونيل اللي باش يتعدلو فيه لي زادريس اي بي اللي هي انترفيس تونيل زيرو اون فوا كاريت التونيل نتاعي اللي هي هادي تونيل اللي هي هادي تونيل فيرتويال اون فوا كاريت التونيل نعملها لادريس اي بي نتاعها انا توا في الروتور ان دونك لادريس اي بي نتاعها باش تخرج بلادريس اي بي فيرتويال نتاعها 20.0.0.1 دونك السورس نتاعها باش تخرج بالفاست 1.1 وباش تكون الديستيناسيون نتاعها كسوا فاست 1.1 باش يشير للمقابله ولا نعطيك له لادريس اي بي بوبليك نتاعها اللي هي 1.1.1.2 هنا نبدا نحط له حتى في السورس 1.1.1.1 زوز يقبلها مصحة دونك اون فوا كملتها نتعدى ديما للكوموند اللي من بعدها اللي باش تقول كوموند اللي لازم نابليكي الفي بي ان جي رو نقول له تونيل مود جي رو اي بي كان نطلع لنا شويه هاي تونيل مود جي رو اي بي من فوا ما ديت تونيل مود جيرو اي بي هو تو ما يعرفش اسكو باش يكونيكتي ولا لا دونك لازم نعطيه روت نعمل له طريق باش يمشي عليه خاطر هو ما يعرفش الانترفاس هذه الفيرتويال اللي كونيكتيتها هاي اللي اسمها توا ولا اسمها هاي اللي اسمها تونيل زيرو هو ما يعرفش دونك لازم نقول له امشي من هنا ونحطه على الطريق وهو تو يمشي وحده معناها كيفاش جيت حطيته على الطريق او جيت شقلت له جيت عملت له كنا بتشوي اللوت ولا هاي جيت عملت له هذي اش قلت له اي بي روت تخرج للريزو اللي هو 172 عديت له ادريس ريزو سلاش سيز تخرج لها مين من تونيل زيرو هذا هو نفسه عاودناه على على الروتور هذا على الروتور دو دونك قلنا له سي لو ميم شوز دونك فيني 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 كونفيغوراسيون كيما العادة انترفيس تونيل زيرو انترفيس بوان دو دونك عطينا زاد الديستيناسيون و السورس و عطيناه المود ومن بعد عدينا له الاي بي روت نتاعو هاي اي بي روت من هنا باش نفرجي الريزو الريزو نتاعو 192.1.0
دو سانك سانك سلاش فانتكاتر باش يخرج لها من تيونيل زيرو. ان شاء الله تكون البارتي هي الواضحة. اي كيستيون جو سوي ديسبونيبل باش نجاوبكم على الكيستيون تاعكم. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، السلام عليكم.